مطالب أساسية. المطلب الأولاني يتعلق بالحقوق والحريات. المسودة اللي قدمتها لجنة الحقوق والحريات في الدستور بعيدة ياسر على انتظاراتنا وانتظارات والمعايير الدولية وانتظارات الشعب التونسي وانتظارات المرأة التونسية وانتظارات الشباب التونسي. مصطلحات غريبة وعجيبة رجعت يتم استعمالها في الدستور، نظام العام، الأخلاق الحميدة، التكامل إلى آخره. المسألة الثانية هي مسألة استقلالية الهيئات الدستورية، هيئة الإعلام، هيئة القضاء وهيئة الانتخابات اللي اليوم تحت المجلس الوطني التأسيسي. مجموعة من النواب يقولوا علاش هالهيئات مستقلة، يعني شكوا حتى في ضرورة أنها تكون مستقلة بقطع النظر على أن المشاريع اللي تقدمت لا تضمن هذه الاستقلالية. المسألة الثالثة هي مسألة الهيمنة اللي يحب طرف سياسي يكرسها على الدولة، على مؤسسة الدولة، على الإدارة العمومية، على الولايات، على المعتمديات. ووصلت الآن إلى وضع اليد مش فقط على الدولة وعلى مؤسسات الدولة وإنما على المال العمومي عبر قضية التعويضات. أعتقد أنه الخلاصة في كل هذا أنه أولويات المجلس الوطني التأسيسي وأولويات الحكومة بعيدة ياسر على أولويات الشعب التونسي. حاضر انا لازمنا نقول ونعترف وانه عنده هامش من الحريه كبير. حتى حد ما نجم يقول هذا، معناتها هاو نشوفوا توا الصحافه، هاو نشوفوا معناتها في الناس في تصرفاتهم اليوميه في كل في حريه التعبير في واحد كل يعني موجود. لعل هنالك في بعض الحالات حالات انتقائيه اللي نسمعوا ساعه من ساعه الى اخرى، هاو مثلا واحد صحافي معناتها وقع معناتها ضبط أي الله أعلم صحيحة مش صحيحة، هاو شباب شدوهم على أساس وأنهم ربما عملوا تصرفات اللي طلعت متنافية من القانون ويضخموها. العميد متاع كلية منوبة زاد التاريخ اللي وقعت عامل في خصوص يعني في تثير عديد من التساؤلات والتشكيك في أنه فما مصداقية كاملة في خصوص موضوع الحقوق والحريات. على قد ما نزيدوا نبعدوا على 14 جانفي نزيدوا نقدموا في الوقت، لكن القوة بتاع الثورة اللي عملتها في باب الحرية والحقوق والإنسان يعني وكأنها هذاك علاش يلزم المجتمع المدني ديما يتم يذكر وأنه ما نقولش أنا الثورة متواصلة وإن كنا نقول ثورة متواصلة وأنهم راهم أعين لا تنام في خصوص مراقبة تواصل المد الديمقراطي الحريات ومن الحقوق. إذا دور المجتمع المدني بالخروج بتاعه كهذا وكل المثقفين وكل المواطنين زاد كذلك يكملوا ديما يدافعوا ويعرفوا ما عادش فما راحة. الديمقراطية راه واش نقول لك، الديمقراطية راهي صعيبة. علاش؟ على خاطر الإنسان يلزمو ديما يبدا فايق ما يبداش راقي.